أمل. والحقيقة فاجأنا هذا الموضوع، مدام في عيادات أسنان بالمركز الصحي في مرج الحمام المركز الصحي الشامل، استغربنا من عدم وجود بنج في العيادة، وبقول أنه راجع 3 مرات وكان الجواب نفسه أنه ما في بنج. محمود اللوزي صباح الخير. يلا يسعد صباحك أستاذ محمد، كيف؟ يا هلا بيك. أنا ما بدي تعيد نفس الكلام اللي أنا حكيت نيابة عنك، بس عشان نكسب الوقت بعد إذنك نرحب بالدكتور طه. الله فيك. اسمح لي نرحب بالدكتور طه التميمي، مدير مديرية صحة محافظة العاصمة. دكتور طه صباح الخير. صباح الخير أخويا بهيثر. صباح الخير أخويا محمود. يعني دكتور طه تسمح لي، وأنت يعني أكثر واحد من اللي بيستمعوا الآن عارف أني أنا اللي قاعد بحكيه يعني بحكيه من قلبي، وما في لا عنا مصلحة عندك ولا شيء سوى أنه إحنا ناس مهنيين بشغلنا. بدي أشكرك جزيل الشكر أنه مديرية صحة محافظة العاصمة، مستمعين الكرام، مديرية كبيرة، والدكتور طه التميمي الحقيقة من المسؤولين المتعاونين جدا معنا في هذا الموضوع. كل شيء بخص مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه دائما جاهز. أنا بحكي هيك لأنه ما بطلع عنا أنه إحنا دائما نظن نهاجم المسؤول الغير متعاون، لكن إحنا بنشكر دائما المسؤول المتعاون وبنثني عليه وبنقدر تعاونوا معنا وبنمدحوا من نفسنا ومن خاطرنا لأنه ضمن واجبه، مع احترامي للجميع. تفضل دكتور طه. أول شيء الله يصبحكم الخير أخي أبو هيثم، والشكر الجزيل لأخونا اللي أعطى الملاحظة. أنا بالنسبة لي أي ملحوظة مهما كانت دقتها بقدم الشكر والتقدير اللي بقدمها، لأنه بتساعدنا إذا كان في سلبية نتجاوزها. نعم أخي، مثل ما بتعرف أنه في طلبية شهرية لكل مركز صحي سواء كان شامل أو أولي، ومن ضمنها مركز صحي مرج الحمام الشامل. كل مركز صحي له طلبية شهرية مبرمجة مسبقا، بالإضافة إلى أنه في شيء اسمه طلبية طارئة في حال أنه صار نقص لدواء معين أو بنج معين أو إشي معين. الطلبية الطارئة ممكن تكون كل 3 أيام أو كل أسبوع. الهدف أنه العمل على توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية للمراجع والمواطن الأردني وكل من يتلقى الخدمة في مراكز الصحية أردني أو غير أردني. نعم. ومثل ما تعرف أخوي أبو هيثم، مديرية صحة العاصمة فيها 3 مستودعات رئيسية. نعم. مستودع شرق عمان بسحاب، مستودع وسط عمان بالويد، مستودع شمال عمان بالمصير. نعم. وفي بعض المراكز بتأخذ طلبيات من المديرية الرئيسية في مستودعات يجوز المستودعات الرئيسية لوزارة الصحة، مثل مركز صحي عمان الشامل ومركز صحي الأميرة بسمة الشامل. نعم. الآن أخي الفاضل، بالنسبة لمادة البنج من المواد الأساسية جدا ومن الصعب جدا أنه تنقطع، ولكن أحيانا إذا كان نقصت 2 أو 3 اللي فهمته مرج الصحي مرج الحمام كانت غير متوفرة لمدة 3 أيام فقط، وكانت يمكن يوم الأربعاء والخميس، يوم السبت كانت موجودة. بإمكان أخونا الفاضل الآن بأي وقت يراجع أي مركز صحي وتكونه تابع لمركز صحي مرج الحمام مشان ما يدفع مخالفات تجاوز. نعم. ويأخذ علاجه كامل. نعم. الآن أخي الفاضل، إذا صار نقص بأي مادة معينة في إيش اسمه مناقلات برضو بالإضافة للطلبية الشهرية وفي الطلبية الطارئة بين مركز ومركز، وإذا لم يتوفر العلاج أو البنج نلجأ إلى الشراء المحلي، والشراء المحلي يتم شراء مباشرة، وهذه التعليمات واضحة وصريحة لجميع رؤساء المراكز الصحية. طيب بالمناسبة دكتور طه، كم عدد المراكز الصحية الشاملة التابعة لمديرية صحة العاصمة وأيضا الأولية؟ عزيزي، مديرية صحة العاصمة يتبعها 26 مركز صحي شامل موزع على 9 ألوية، وبتبعها 66 مركز صحي أولي برضو موزع على 9 ألوية اللي تتبع لمديرية صحة محافظة العاصمة. نعم. وفي عندنا تقريبا 25 عيادة فرعية تخدم المناطق النائية. الله يعطيكم العافية، يعني احنا بنقدر هذا الجهد، ويعني واحنا بنكون مبسوطين. انا سألت السؤال لانه المركز الصحي الشامل تحديدا ترى بريح الناس من الذهاب للمستشفيات، لانه هو انا بعتبره نص مستشفى دائما. اخي ابو هيثم، الهدف من وجود المركز الصحي الشامل تخفيف العبء على المواطن مشان ما يروح للمستشفى، وتخفيف الضغط على المستشفيات. صحيح صحيح. وبالإضافة أنه المركز الصحي الشامل يستقبل مرضى مباشرة ويستقبل المرضى المحولين من المراكز الأولية اللي بتتبع لهذا المركز الشامل. طيب أخوي محمود، وعادة التعليمات الواضحة. نعم. لكل رئيس مركز أنه لما يطلب طلبيته عادة يخلي عليها مخزون لا يقل عن شهر، ويطلب طلبيته تكون فيها زيادة من 20 إلى 30% عن المعدل الطبيعي تحسبا لأي طارئ.
طيب محمود اللوزي، سمعت رد الدكتور طه؟ تفضل يا سيدي. اول شيء نشكر الدكتور على الكلام الطيب اللي حكاه، وامبارح حكوا معي نعم من الوزاره وقالوا له هي تامن البنج، واعتبار من السبت تامن البنج وبتقدر تراجع مركز المركز وتعمل اسنانك. امبارح حكوا معي امبارح، وانا شاكر للاستاذ محمد الوكيل وشاكر للدكتورنا الفاضل اللي حكى هذا الكلام الطيب. يعني اذا انت بتأيد لما نقول انه يعني المسؤول المتعاون معنا بتلاقي في انجاز، يعني لما المواطن الوزاره تتصل معه بعد ملاحظته ويقولوا له يعني سمعنا ملاحظتك ويعني والامور كلها تمام وتوجه للمركز او المستشفى اي ايش ما كانت الملاحظه، معناته يعني مفيد هذا الموضوع. مسؤولين نعم مسؤولين قد زين المسؤوليه وزياده شوي يعني على هذا الكلام الطيب اللي حكوا لنا اياه امبارح، يعني ربنا الله. طيب واعتذروا، حتى اعتذروا منا قالوا يا عم احنا بنعتذر على اللي صار وتفضل على المركز واي ايش. قلنا مبارك الله فيك والله يجزيك الخير. هو للامانه بالمناسبه لاول مره بيجينا ملاحظه في برنامج الوكيل على نقص بنج، يعني وزي ما حكى الدكتور طه في طلبيات وفي شراء وفي مستودعات، يعني ممكن تحصل، يعني مش انه تكررت وممكن نتهاوش احنا والدكتور طه على تكرارها، لكن بتصدف. يعني انا بالبرنامج ما بذكر، واي معدي البرنامج بياكدوا لي انه ولا عمره جانا ملاحظه على انه يعني بنج عند عياده الاسنان مش موجود الا هالمره صدفت يعني، وشرح الدكتور طه شو الاسباب وتوفر الان البنج. محمود اللوزي شكرا وسلامتك. ومره ثانيه دكتور طه التميمي. نعم تفضل. في ملحوظه اخي هيثم، انا عاده اي ملحوظه تصلني انا بفضل يكون المواطن يوصل لي المعلومة هو داخل المركز. نعم. يعني عادة إذا وصلت أي ملحوظة، نعم، سواء إذا وصلت على الخلوي تبعي مباشرة بتصل مع رئيس المركز من الخط الثابت، وإذا وصلت ملحوظة على الخط الثابت فور بتصل من الخلوي مع رئيس مركز بحاول أحلها قبل المواطن ما يغادر المركز الصحي. يعني إحنا مقدرين جهدك يعني وأنا معدين البرنامج ببلغوني إنه حضرتك مرات يعني بتكون متابع البرنامج تبعث لنا بعد البرنامج مباشرة يعني ملاحظاتك على أي ما يخص مديرية صحة محافظة العاصمة. مرة ثانية لك الشكر الدكتور طه التميمي ومدير مديرية صحة محافظة العاصمة، وبنقول لأخونا محمود اللوزي سلامات. وننتقل الآن إلى مي شريم وموجز أخبار التالي.